بعد كده احنا هنحتاج ان احنا نجيب الاي بي الخاص بالجهاز بتاعنا اللي احنا عاملين عليه الفولدر الشيرنج ده. طيب هنجيبه ازاي؟ بنروح على علامة الواي فاي او علامة الكيبل بتاعتنا اللي تحت اللي جنب اللغة عند الساعة، واضغط كليك يمين في حاجة عندي اسمها Open Network and Internet Setting، هدوس عليها هيفتح معايا الاعدادات الخاصة بالنتورك بتاعتي. فتحت معايا قبل اسم الشبكة اللي انا كنت مكتب بيها او باسم الواي فاي. هضغط على البروبرتيز الموجودة تحت هنا، هدوس عليها، هنزل تحت هلاقي قبل بالفعل الاي بي فيرجن 4، والعنوان بتاعي اللي هو الاي بي بتاع الجهاز 192.168.1.3. طيب في طريقه تانية ان انا اقدر اجيب بيها الجهاز، اقدر اجيب بيها الاي بي ده؟ في عن طريق الكوماند. لو عملنا ويندوز مع ار بيفتح معانا الرن، بكتب فيها السي ام دي، بدوس انتر، هيفتح معانا الشاشه بتاعت الكوماند. لو جيت كتبت حاجه اسمها اي بي كونفج، كلمه كلها على بعضها، ودوست انتر، هيجيب لي شويه ادرس او شويه اي بيهات. الاي بي اللي انا هحتاجه اللي هو اي بي فيرجن 4 ده اللي هو 192.168.1.3. ده كده اي بي الجهاز بتاعنا اللي احنا عاملين عليه الفولدر شير، وده الاي بي لازم نحفظه كويس جدا لان احنا هنحتاجه في المرحله اللي جايه عشان نقدر نربط الاجهزه بالجهاز ده. طيب دلوقتي لو احنا لاحظنا